ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أبشر يا مصلي الفجر أبشر. جاء في الحديث المتفق عليه من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر البدر. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. اسمع الثمن. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اسمع من أخبارهم في جنات ربهم. فبينما هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم. تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم سلام عليكم. يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم. فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم. فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رسالة. وإليك يا من آثرت نومك على طاعة ربك رسالة. رسالة إليك يا من آثرت نومك على طاعة ربك. أترضى أن تتصف بصفات المنافقين؟ قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. رواه أحمد. قال الله عنهم عن المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أترضى أن تكون مثلهم؟
أترضى أن تتصف بصفاتهم؟ أترضى أن تكون معهم؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أترضى أن تنضم إليهم؟ أترضى أيها المتخلف عن الصلوات أن تكون مثل هذا؟ سئل صلى الله عليه وسلم عن رجل نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذني. أترضى أن يكون هذا حالك كل يوم؟ اتق الله يا من تعاقر الزنا والمومسات، اتق الله يا من تأكل الأموال الربوية. يا أيها اللاهي على أعلى وجل، اتق الله الذي عز وجل، واستمع قولا به ضرب المثل، ودع الهزل وجانب من هزل. قال سبحانه: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال عز من قائل: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى، صريع الأماني عن قريب ستندم. أفق قد دنا الوقت الذي ليس بعده، سوى جنة أو حر نار تضرموا. وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم. وهيئ جوابا عندما تسمع النداء من الله يوم العرض، ماذا أجبتم؟ ماذا أجبتم به رسلي لما أتوكم؟ فمن يكن أجاب سواهم سوف يخزى ويندم. وخذ من تقى الرحمن أعظم جنة ليوم به تبدو عيانا جهنم. وينصب ذاك الجسر من فوق متنها، فهاو ومخدوش وناج مسلم. ويأتي إله العالمين لوعده، فيفصل ما بين العباد ويحكم. فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. فبادر إذن ما دام في العمر فسحة، وعدلك مقبول وصرفك قيم. الكل سيموت، لكن على أي حال، قدر الله ماضي على الصغير والكبير، لكن على أي حال، الأعمال بالخواتيم، والمرء يختم له على ما عاش عليه. التقينا هنا وسنفترق، وكل منا ينتظر منيته، منا من سيموت في أرض، ومنا من سيموت في بحر، ومنا من سيموت في سماء. ولكن على أي حال، وأين سيكون الملتقى؟ فحيا على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو، فهل ترى إلى أوطاننا نعود ونسلم؟
وقد زعموا أن الغريب إذا نام وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت لها الأعداء فينا تحكموا.